بعد فين السلك درج فين ازواء ابو بنص الطريق يلا عن مدينة جنين 17 كيلو متر صانور تعدادها السكاني ما يقارب 6000 نسمة. صانور تقع على تلة عالية يعني من 518 ل 550 متر ترتفع عن سطح البحر. زي ما انتم شفتوا البرج او سهل صانور الكبير اللي هو مشترك بين اربع قرى اللي هي ميثلون وميسيليه وجديده وصانور، مساحته 18000 دنم و750 متر. عندنا جبل احريش اللي هو ارتفاعه 950 متر. صانور فيها قلعه قديمه، تم بناء القلعه في سنه 1775 على يد محمد الزبل ابن يوسف الجرار، قاموا ببناء الاسوار للقلعه. محمد الزبل ايوه لامد اللي هو قام ببناء الاساس للاسوار. ايش بيحكي انها رومانيه ايش بيحكي انها كنعانيه مش عارفين، بس احنا القلعه اللي موجودين فيها احنا حاليا في داخل القلعه. القلعه كانت تتكون من احواش، العائلات كانت تسكن في داخل القلعه. مساحه القلعه بتحكي على 3 دنم او 3000 متر مربع. عندك اربع او خمس عائلات موجوده، عندنا العيسي، عندنا حبايبي، عندنا غربيه، عندنا ولد علي، عندنا دار جرار. فكان الاسم الاول هاي الاول عيسي موجودين في سالم وموجودين في شب ثاني حكى المنطقه ثانيه بيت لحم وبيت لحم، فكلهم اصولهم من هنا. القلعه طبعا كانوا اجوا من اليمن وسكنوا في سهل عرابه اللي هي القبائل القديمه كانت، فدوروا على منطقه اللي هي تكون عاليه وذات نفوذ ويقدروا يسيطروا حالهم في الحروب. اكتشفوا القمه هاي وهي قمه جبل صانور او قمه الجبل عاليه، كاشف مطلع سهل ومستحيل حدا يكون اعلى منها يكشفها، فبلشوا بناء اسوار القلعه اللي هي 1775. توفى محمد الزبل، كمل ابوه بال 1790 اللي هو يوسف الجرار بناء الاسوار. بنوا القلعه وكانت حصن متين. في حمله نابليون بونابرت استنجدوا اللي هي عكا، ما بعرفش اذا حدا منكم من عكا من عكا اهلا وسهلا فيكم شرفتونا. حملة نابليون بونابرت اللي هي طلبوا النجدة من جبل نابلس وهي قلعة صانور. هي كانت النجدة لما حاصر نابليون بونابرت عكا وحاول يقصف الأسوار فيها طلبوا النجدة من هون من القلعة من صانور. كانت رسالة شعرية كبيرة، والقبائل الموجودة والعائلات الموجودة غير صانور في منطقة المشاريف هجموا ولبوا نداء لعكا وساعدوا ودافعوا عكا وصدوا حملة نابليون بونابرت. واحنا بنعرف انه نابليون بونابرت يعني كل بلاد الشام ما كانتش عصيه عليه غير عكا هي الوحيده اللي انكسر فيها. بس فتله بعد ويش؟ بعد ايش؟ بعته قال لي انا عشان دخلت عكا. ايوه بعد ايش؟ ما لانه هي الوحيده اللي غدرت في بلاد الشام تصمد معه. طلبوا النجدة طبعا من المنطقه هون. القلعه كانت هون كل شيء موجود عندهم، هسه بنشوف ابار مي زي ما تفضلتوا، موجود الابار الداخلي، الاكل، الغذاء، كله متوفر عندهم حصن ومسكر. لها اربع مداخل القلعه. ثلاث ابواب رئيسيه ماشي، وباب رابع يسمى باب السر. هذا باب السر ما حدا بيعرفه الا هو من سكان القلعه والاهل القلعه. لما كانوا يسكروا القلعه ومحصنه ما حداش يعرف الباب السري الا الثوار والناس تهرب منه يطلعوا يجيبوا الاكل من القلعه ويرجعوا. طبعا انتم بتحكوا كيف هذا الحكي، انا من قبل شهرين فتنا على المنطقه تحت البلد. فاجئنا لقينا صانور القلعه مبنيه على بلد تحتها. فانت قاعده بتفوتي في سراديب تتفاجئ بتلاقي حالك طالعه في جبل في الشمال في الشرق في الجنوب، فلقينا بلد تحت بلد. حسن يعني كانوا يحفروا؟ لا هي كانت شيء بحكي روماني شيء بيزنطي حروبات طمت بلد فوق بلد زي عكا بنت سبع مرات. فابراهيم باشا الجزار حاصر قلعه صانور ماشي اللي درس التاريخ. هي الوحيده ابراهيم باشا الجزار برضه ما عرفش يفوت قلعه صانور، حاصرها لمده ست شهور 1842 بالضبط. فاكتشف انها صانور عصيه عليه او قلعه صانور عصيه 42
ابراهيم باشا. ابراهيم باشا بن محمد علي. أيوة. ايوه ابراهيم باشا بلد حلف الا انه يهد اسوارها ويحرثها ويزرعها شعير. ففعلا لانه كانت عصيه عليه ابراهيم باشا، يعني مستحيل اي شيء يصد في وجهه. ليش عصري مقابل سلاح وجنود نهائي. فكانت مطوقه، يقال روايات انه في طريق جواسيس طريق ناس اندل على تل اعلى منها. فبلش يقصوا فسورجكم في البيت عندنا الجلل المنجنيك كلنا نعرفهم اكيد سوار عكا اللي فيه. عكا في منها كثير هنا. فهدم فتح ثغره اللي هي منطقه بيكون جبل اعلى من القلعه. فتح ثغره وفاتين فعلا اللي هربوا هربوا واللي ضلوا فيها ضلوا النسوان والصغار كلهم ضلوا موجودين وهدها ورحل اهلها. يعني في اختياريتنا منهم بنتهم ميثلون والمناطق القرى راحوا وسكنوا فيها. بعد ما خلصوا ردوا رجعوا عملوا ترميم وبناء لها. في ثورة 36 عبد الرحيم الحج محمد كان قائد ثورة 36 نفس الإشي لجأ لقلعة صالون ماشي لأنها كانت حصينة ومنيعة. فلما الثوار اجتمعوا مع عبد الرحيم الحج محمد كان البريطانيين متبعينه يعني زي ما بتحكي جواسيس مناديب إلهم متبعين وين، فرصدوه في القلعة طوقوا القلعة. في من الثوار حكوا له يا أبو إبراهيم خلينا يا أبو أحمد خلينا نطلع ونسلم حالنا. قال لهم أنا قائد الثورة عبد الرحيم الحج محمد أسلم حالي؟ مستحيل أسلم حالي. ففعلا نزل في السهل كان مزروع قمح في السهل اللي كنتوا فيه المي. هسه راح أورجيكم إياه. إيش يحكي إنه يحطوا العباية على القمح يربطوها في خيط ويبعد عن العباية مثل مسافة 20 متر ويسوي رجول العباية. فالقناص من فوق يشوف إنه في حدا بحرك بين القمح يطخ العباية دشروها ويهربوا. هو ما رضيش قال لهم مستحيل، ركب على فرسه ونزل قنصوا واستشهد. هاي في ثورة 36. وفي 48 برضو نفس الشيء صانور تهجر منها كثير. إلنا نسبي في منطقة الزرقاء كيف بتحكي صانور هون، إلنا في الأردن منطقة اسمها الزرقاء أو كلنا بنعرفها الزرقاء كل أهل صانور ساكنين فيها اللي هم ترحلوا من داخل البلد هاي موجودين فيها. وفي 67 كلنا عشنا المرحلة هاي روعهاش هاي طبعا خراف أجدادنا وختياريتنا. الانتفاضة الثانية اللي هي الأولى 89 قدمت شهداء من صانور. الانتفاضة 2001 برضو تقدم شهداء من صانور. لا زال لقبل فترة صانور قدمت شهداء منها. فتاريخ النضال موجود من منذ القدم. احنا حاليا في حوش اللي هو اسمه حوش دار جرة. كان تسكن العائلة هنا في حوش، العائلة الثانية في حوش. ما جيناش نروح المدخل الرئيسي. عندهم ساحة العامة. الساحة العامة اللي هي كانت موجودة لكل البلد. لما يصير عندهم مناسبات، يصير عندهم أفراح، بيت أجر، أي شيء في داخل القلعة كل مناسباتهم موجودة فيها. الباب الأول راح نرجع له، والباب السر راح أورجيكم عليه. اللي بيعرف يفوت معي بيعرف، بيعرف إيش راح بيرجع عليه. هذا الباب مدفون تحت الأرض. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. نعم.